قال البروفيسور خالد أي طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن وزارة الصحة قامت بالعديد من الإجراءات وجندت مهنية القطاع الصحي وترسانة لوجستية مهمة، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لمساعدة الضحايا في هذه الفاجعة. هاد الزيارة كلها اللي كنديروا اليوم راهي تحت توصيات وتعليمات ديال صاحب الجلالة باش نشوفوا شنو هما الخدمات اللي كتقدم للضحايا في هذا المصاب الجلل اللي قاص المغاربة كاملين واللي كيأثر في النفوس ديالنا. اليوم الوزارة قامت بعدة إجراءات، أولا هي جندت يعني المهنيين ديالها سواء كانوا ديال القطاع العام أو ديال القطاع الخاص باش يقدموا خدمات ديال القرب. كان عندنا واحد النظام واحد ديسبوزيتيف اللي حنا تنظمنا، كاين مراكز ديال القرب مع مراكز اللي هي محليه ومع المراكز اللي هي الكبرى اللي جات في المدن الكبرى. عندنا ترسانه لوجستيكيه اللي هي جد مهمه واللي خاضعه للسلطات المحليه باش تدبر الامر ديالها، هما عارفين من التدبير ديال الشان المحلي باش يمكن لانقاذ او الجرحى وكذلك حتى لنقل الضحايا اللي كاينين. الحمد لله كاين يعني الادويه اللازمه والكافيه، الطاقه السريريه اللي هي عبئنا كافيه باش تاخذ يعني تجاوب مع الحاجيات ديال هاد الضحايا هادو. وكذلك درنا واحد الطاقه سريريه هي احتياطيه على اساس انه المدن الاخرى حتى هي غادي تساهم في العلاج ديال الضحايا اللي هما عايشين. والله يرحم هذوك اللي سبقونا ونتمنى الله ان العائلة ديالهم ربي يرزقهم الصبر والسلوان. وهذا مصاب ديال المغرب كامل. اللي لاحظت هو ان كنفتخر انني مغربي وكنشوف التضامن ديال المغاربه اليوم وفات ديال يعني التضامن سواء في الانقاذ والتضامن كذلك سواء في الاعانه ولا سيما في التبرع بالدم. وهذا شهدناه يعني بواحد الصوره جد جميله ان جميع المغاربه اليوم التحقوا بمراكز ديال تحقن الدم باش يعطيو الدم، حتى ولينا حنايا ما بقيناش قادين نتواجهوا مع جميع هذا، لان ولكن لا خص لازم تكون العقلانه في التبرع ديال الدم باش حتى ذاك الدم اللي كيتبرع به ما يضيعناش.